عالميا مثلا ايضا، حتى عالميا محتاجين نعرف تفاصيل اكثر، لان اليوم نتحدث على مستوى تعليمي مهم جدا، وحضرتك تابعت في فتره ما خروج ليبيا من مؤشر التعليم الدولي، وهذا حقيقه ايضا نقطه نحتاج استيضاحها من حضرتك دكتور. تماما، انا اعطيك مثال بسيط جدا جدا، انا نعطيك مثال واقعي وعملي. عندنا طلاب تخرجوا من الاكاديميه، حصلوا على درجه الماجستير، مشوا لقبلوا في جامعات امريكيه، تخرجوا حصلوا على درجه الدكتوراه، والان هم اعضاء هيئه تدريس في جامعه مسقط الحكوميه سلطنه عمان، هم في بعض منهم اعضاء هيئه تدريس في العراق، في بعض منهم عندنا أمثلة حقيقية، عندنا طلاب من الجزائر من سوريا تخرجوا من الأكاديمية الليبية وهم الآن في مؤسسات. الأسبوع الماضي تمت مناقشة طالب جزائري هو عضو هيئة تدريس الآن في جامعة جزائرية من الأكاديمية الليبية للدراسات العليا. يعني الكفاءات موجودة، ما أنا أؤمن بالمحك، يعني لابد قدامك الطاولة تفضل. عندنا أساتذة تخرجوا من كليات الطب، أطباء ومهندسين الآن في شركات كبيرة اللي هي موجودة في مستوى العالم. أنت أكيد عندك دراية بالأطباء اللي منتشرين في أوروبا، كم طبيب ليبي تقريبا 3000 طبيب، هذه مخرجات التعليم العالي. كويس، ما فيش أنا دكتور للأمانة التصنيف، خليني نعطيك بس على الجزئية هذه دكتور، بس اسمح لي، أنا للأمانة مازال ما وصلتش للنتيجة اللي أبحث عنها. إحنا الآن نتحدث على مستوى تعليمي، وأشرت حضرتك إلى أن في بعض الليبيين سواء كان في مصر أو سلطنة عمان أو غيرهم متمكنين، وهذا أمر طبعا يرجع لهم ويرجع للمؤسسة اللي أخرجتهم، لكن نتحدث على المستوى الدولي لأكاديمية الدراسات العليا أو مخرجات الدراسات العليا في ليبيا، كيف هو بالضبط؟ مخرجات المستوى بالنسبة للأكاديمية الليبية أنا ممنون جدا كلمة الامتنان منا، لأن عندنا مشاركات. نعطيك مثال، الأسبوع اللي فات كان فيه قائمة لـ30 عضو هيئة تدريس من الأكاديمية الليبية، عندهم منشورات مقبولات على مستوى عالمي، يعني شو معنى عندها اقتباسات عالية جدا. كانوا 30 عضو هيئة تدريس من الأكاديمية، 500 عضو هيئة تدريس على مستوى ليبيا، يعني الرقم أنا نعتبر فيه جيد جدا. طبعا المساهمات هي مساهمات فردية في ظل أن الوضع اللي هو عندنا احنا والمناخ غير مناسب للبحث العلمي، غير مناسب، يعني في الفترة السابقة يوم حروب، يوم طريق مسكرة، يوم يعني عدة عوامل رأي صعبة جدا. أنا يعني أقدر كل الظروف اللي أشرت لها دكتور، لكن لو طلبت منك بشكل مباشر قائمة ليبيا في الدراسات العليا أين مركزها في التصنيف الدولي، أو أكاديمية الليبية للدراسات العليا مركزها في التصنيف الدولي 2022 مثلا السنة الماضية، وفي شمال أفريقيا مثلا في أفريقيا أكيد عندك هذه الإحصائية. لا عندي الإحصائية هذه، ونعطيك إن كيف تبنى الإحصائية هذه. أولا كيف تبنى الإحصائية هذه، عندنا 200 عضو هيئة تدريس، بينما مثلا نقارن جامعة طرابلس عندنا 3000 عضو هيئة تدريس، نقارن في جامعة ليفربول ولا جامعة مانشستر عدد أعضاء تدريس كبير جدا. فالعملية راي مش إنه غير تصنيف وترتيب إحنا دخلنا التصنيف العالمي، موجودة الأكاديمية مثلا على مستوى 14 في السنة الماضية على في الجامعات الليبية، والتصنيف الدولي تقريبي التصنيف العربي 500 وكسر. فاللي بنذكره إنه راهو التصنيف هذا ما تشدوش فيه بشكل كبير جدا، لأن لكن دكتور 500 وكسر يعني عربيا شويه بعاد احنا راهوك يعني كلام هذا. لا 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 اسمعني جاي، انت لما نجي نقارن انا جامعه سين لابد تثبت نقاط المقارنه. شنو معنى نقاط المقارنه؟ كم عضو هيئة تدريس لابد تكون زيهم انت؟ كم قسم تنفذ فيه؟ كم برنامج علمي؟ ما تجيش تقارن مثلا تو الاكاديمية عندنا 84 برنامج علمي لكن عندنا 200 عضو هيئة تدريس، عدد شوية لما تقارنها بمؤسسة. فالعوامل المقارنة يعني شن معنى؟ معنى انت باش تخرج منك مخرجات في البحث العلمي، إذا كان حصلنا على 30 عضو هيئة تدريس عندهم سايتيشن اللي هو اقتباس من ورقات العلمية نتاعهم، شن معنى اقتباس؟ اللي هم حطوهم كمراجع، يعتبر لعدد 200، بينما جامعة أوروبية عندها 3000 عضو هيئة تدريس، رقم يختلف اختلاف كلي، ما تقدرش هذه حيطلعوا منها 200، 3000 حيطلعوا 200، بينما الاكاديميه حيطلعوا منها ممكن 7 10 20 30 عضو تدريس، عرفت؟ فالعمليه صعبه جدا في المقارنه.